ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا دكتور رشا الطنطاوي خبيره التغذيه العلاجيه ومديره مركز الترا كير الطبي. دكتور احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل عن ازاي نحافظ على جسمنا ورشاقتنا في فصل الشتاء طبعا من زياده الوزن. حضرتك اتكلمتي عن جزئيه الميه واهميه الميه، كملي لي بقى عن الموضوع. كمان نبقى حريصين على ان حتى لو هناكل وجبات دسمه اهم حاجه طريقه تحضير الوجبات دي، يعني بدل ما نستعمل زبده وسمنه خلينا احسن في زيت الزيتون او زيت الذره، او بلاش النشويات اللي هي الزياده، خلينا كمان نرجع للشربات. ممكن نشكل في انواع من الشربات كتير، ده بيملا حيز كبير من المعده ويخلينا ما نبقاش جعانين دايما او عايزين ناكل دايما. نصيحتي كمان للناس اللي هي بتحس بالجوع دايما، ابدا اشرب كوبايه ميه. ده مجرد ان ايه الاحساس بالجوع ممكن يكون نتيجه عطش مش جوع. وبعد ما نشرب الميه نبدا نشوف نفسنا احنا لسه جعانين ولا ممكن خلاص الاحساس ده راحت تماما. غير كده يا ريت يكون الرياضه او الحركه في حياتنا جزء ضروري جدا، يعني اخصص من حياتي نص ساعة تقريبا يوميا مشي، أي نوع من الحركة ده هيفرق معايا جدا، هيساعد في زيادة الحرق. تمام. في أساليب كتيرة كتير من الناس بتتبعها يا دكتور، مثلا زي إن الصيام المتقطع هو فعلا بيحاول إن هو بينزل لنا في الوزن دايما، ولا حاجة إحنا هنتبعها ومش هنستفيد بيها؟ خلينا الأول نعرف إيه هو الصيام المتقطع. الصيام المتقطع مش هو نفس صيامنا في شهر رمضان طبعا، لا، انما هو ممكن نستعمله بطريقه يومين في الاسبوع وباقي الخمس ايام عاديين، او ان احنا اسبوع فعلا الصيام متقطع عباره عن صيام 16 ساعه. يعني انا لو بفطر مثلا من الساعه 8 الصبح، من 8 للساعه 12 اخد مشروبات دافيه وميه وبس. من 12 لغاية الساعة 8 مساء اخد اللي هي الوجبات الخفيفة، ومن 8 لغاية 8 الصبح مفيش لأكل غير المية ومشروبات دافية وبس. هو ده الصيام المتقطع بالظبط. يعني انا ممكن اعمله يومين في الاسبوع. يومين في الاسبوع ده هيساعدني ان انا فعلا يكون في نزول في الوزن، غير ان هو بيخفض مستوى السكر في الدم، لان مستوى الانسولين بيقل، فبالتالي مداخل الجلوكوز هتشتغل علشان تدي طاقة. يعني هو مفيد لمرضى السكر جدا، بس مش كل الناس تقدر تستعمل الصيام المتقطع. ليه؟ مثلا في حالات اللي هي بتاخد علاج مزمن، يعني أدوية مزمنة لازم لها تاكل قبل الدواء ده، فما ينفعلهاش طبعا في حالتها دي الصيام المتقطع. بنقابل ناس بتبتدي مثلا من اكل كتير جدا جدا لفجأة قرر انه ياخد دايت يعني قاسي، فهنا بيحصل نزول مفاجئ في الوزن. هل النزول المفاجئ في الوزن ممكن يأثر على البشرة ونضارة البشرة، خصوصا كمان الوجه؟ لو نتكلم عن الوش واكتر حاجة ممكن فعلا بتأثر فينا لو حد وشه خس فجأة، هل فعلا نزول الوزن ده صحيح بيأثر؟ جدا، لان النزول السريع ده ممكن مش بس على البشرة، ده كمان ممكن يؤدي الى الفشل الكلوي وفشل كبدي. فبالتالي النزول السريع ده بيفقدنا فيتامينات ومعادن أساسية اللي هي مسؤولة عن نضارة البشرة. فطبعا أكيد بيبقى في البشرة باهتة، حتى اللي يشوفك يقول أكيد تعبانة أو فيكي حاجة. يعني إزاي دكتور ممكن الواحد، يعني لو نفترض دلوقتي واحدة عايزة فعلا تخس بسرعة، أوكي، بس مع إنها تعمل رجيم معين، إزاي تقدر تحافظ على نظارة بشرتها؟ انها تاخد الفيتامينات اللي في الفواكه وفي الخضار بشكل يومي ومنتظم، ده هيعوضها الفيتامين سي زي مثلا في الكيوي وفي الاناناس وفي الجوافه وفي البرتقال، كل ده بيدي فيتامين سي نضاره للبشره وبيحفز على انتاج الكولاجين والالاستين اللي هو مسؤول عن الشيخوخه او منع الشيخوخه والخطوط الرفيعه والتجاعيد. طب انت راي حضرتك ايه يا دكتور في المشروبات اللي منتشرة على مواقع السوشيال ميديا اللي دايما احنا بنلجأ ليها عشان فعلا تدينا نسبة حرق عالية، حضرتك رأيك ايه في المشروبات دي؟ انا يعني بأيد الفكرة دي جدا، وخصوصا ان المشروبات اللي بتعلي المناعة وبتزود الحرق الجسم، عندنا زي الشاي الاخضر
بس ما نشربوش عديق علشان ما يحصلش هايبوجلايسيميا، يعني هبوط في السكر. عندنا مثلا العصاير الفريش، مش العصاير المحفوظه، انما الفريش اللي ممكن نعملها في البيت، كوكتيلات وكده، فيتامين سي، كل الحاجات دي بتحفز. حتى الناس اللي عندها فقر دم ممكن اعمل لهم عصير من البنجر والتفاح والبرتقال، ده اقوى علاج لفقر الدم. في عصائر كتيره صحيه ممكن نحضرها في البيت وانا بحب. يعني ازاي يا دكتور ان انا اكون محتاجه ان انا انزل وزني فعلا واحافظ على بشرتي؟ ناس كتير، ستات كتير لاحظت عليهم لما بيبقى فيه نزول في الوزن بشرتهم مفيش بقى، والبشره بتخس وبيحصل فيها شحوب. حضرتك اتكلمتي عن السؤال ده، بس انا عايزه العلاج. اهم حاجه ان احنا نحافظ على شرب الميه 8 كوبايات في اليوم، ده بيدي يعني الاستستي ورطوبه او هيدريشن للبشره نفسها. تاني حاجه وجود الفواكه والخضار، ده بيدي كل المعادن والفيتامين سي من غير ما انا اكسب وزن، انها دي كالوريز بالسالب يعني. وبتحفز على انتاج الكولاجين والالاستين اللي بيدي نضاره وحيويه للبشره. غير اكلات معينه يا دكتور، يعني غير الفاكهه والخضار، في اكلات بقى في اكلات معينه خاصه كمان بنضاره البشره؟ ايوه طبعا، اللي هي بتحتوي على الدهون الصحيه، زي مثلا سمك الماكريل وسمك السلمون، الافوكادو، كل دي الدهون الصحيه اللي بتدي برضو نضاره للبشره ومن غير ما تزودني وزن. العكس، دي بروتينز مفيده ودهون صحيه مفيده. بنقابل ناس يا دكتور هم يا حرام طول الوقت بيعملوا دايت وطول الوقت عايزين يخسوا، بس هم بيعملوا ده وما بينزلش وزنهم، ما بيخسوش، ليه بقى؟ بيبقى ممكن الاسلوب غلط، او يرجع لعده اسباب، اولها ممكن تكون اسباب عضويه، يعني في اضطراب في الهرمونات او اضطراب في الغده الدرقيه، او الغده الدرقيه او الكظريه، او انهم بيتبعوا اسلوب غلط في الدايت. ممكن يكون الاسلوب انها بتحرم نفسها من وجبات، مفروض على الاقل 5 وجبات في اليوم، 3 رئيسيين و2 سناكس. ممكن تاكل وجبه واحده في اليوم او وجبتين، ده مش اسلوب صحي جدا. تاني حاجه ان ممكن يكون عدم شرب الميه، او ستريس نفسي وعصبي، او عدم النوم بانتظام، لازم على الاقل انام 8 ساعات في اليوم، فده بيخلي الحرق بيبقى ضعيف. هل يا دكتور الكيتو دايت مفيد ولا مضر؟ ايه هو الاول تعريف الكيتو دايت؟ الكيتو دايت اللي هو ان انا هستغنى عن الكربوهيدرات اللي هي النشويات والسكريات، وابدا في الدهون والبروتينات والخضار والفاكهه. الكيتو دايت مفيد لبعض الناس ومضر لبعض الناس، ولازم يبقى فيه متابعه دقيقه. انا شخصيا مش بحبه. لبعض الناس اللي هم مفيد، اللي هم دايما في صالات الجيم او بيعملوا هيف اكسرسايز، ده مفيد جدا ليهم وبيجيب نتيجه كويسه. لكن الناس اللي هي ستات البيوت القاعده، طب انت هتحرقي الدهون الكتيره دي ازاي؟ لازم برضو تفكري قبل ما تعملي حاجه زي كده. يعني هو مفيد لناس ومضر لناس تانية. صحيح. يعني احنا ممكن احنا نستخدمه ازاي؟ ان انا لازم انتظم على الرياضه في حاله ان انا بدات في الكيتو دايت، او الحركه بس بشكل يعني هيفي شويه، علشان اعرف احرق الدهون اللي انا باخدها طول اليوم. غير كده ان الكيتو دايت يعني مكلف برضو لبعض الناس، وفي مشكلة فيه ان ممكن يزود كمية الالبومين في الجسم، يعني يعمل بروتينوريا مثلا. فلازم يكون في متابعة دقيقة تحت اشراف طبي لو هعمل الكيتو دايت. دكتور، في طبعا يعني فكرة الاونلاين والسوشيال ميديا، لما بيكون في حاجة اونلاين احنا بنسمع الكلام وبنجري ورا حاجات احنا ما نعرفش مصدرها ازاي، او هي ممكن تضرنا ازاي. انا عايزه اتكلم يا دكتور عن، او اسال حضرتك عن اضرار ادويه التخسيس اللي كتير منها موجود اونلاين، ما بيبقاش عارفين مصدرها، وكمان ممكن تكون مصدرها معروف ولكن هي مش متناسبه مع الجسم. كلميني بقى عن اضرارها. طيب نتكلم الاول ايه هي انواع ادويه التخسيس اللي موجوده في السوق. ادويه التخسيس ممكن تكون اللي هي بتسد الشهيه،
ودي عن طريق بتأثر على مراكز الإحساس بالشبع في المخ، أو إني تكون أدوية اللي هي بتعلي الحرق فعلا، أو اللي هي الأدوية اللي هي بتشتغل على حرق الدهون. تمام. يبقى أنا لازم أعرف الحالة الصحية بتاعتي اللي هي هتناسب أنهي دواء، لازم أتابع مع دكتور تغذية هو اللي بيحدد لي إمتى الوقت إمتى الدواء المناسب ليا بالظبط. يعني لازم تكون تحت إشراف طبيب. طبعا أكيد، لأن مثلا في أدوية بترفع الضغط، وفي أدوية ما تناسبش حالة السكر، أو أنا ليه أخد دواء يلعب في دماغي. بس في ناس كتير يا دكتور بتجيبها أونلاين، يعني ما فيش دكتور أو ما فيش حاجة. ده غلط جدا، لأني ممكن تعمل لي أضرار وأثار جانبية كبيرة قوي من غير ما أعرف. بس في بنات كتير في البوست مثلا مكتوب إشراف تحت وزارة الصحة، وكلنا شايفين هي حاجة كويسة، وناس كتير تقول أنا جربتها وهي حاجة كويسة. حضرتك ترشحي إن أنا فعلا أمشي ورا حاجة زي كده؟ حتى لو من ترخيص وزارة الصحة، ما هي ممكن ما تكونش بتناسب حالتي الصحية، أو ما تجيبش معايا نتيجة أصلا. لازم أبقى تحت إشراف الطبيب، علشان هو اللي بيعرفني إيه الدواء المناسب ليا ولا لأ. غير كده إن ممكن كتير كلمة دايما بنسمعها بدون تعب بدون مجهود بدون رجيم اي اضرار جانبيه، الدواء عمره ما كان حاجه سحريه. ممكن الدواء يعني لازم مع ادويه التخسيس، حتى لو اشراف طبي، لازم نظام غذائي صحي مع رياضه او حركه. بصي يا دكتور، هو يعني في طبعا ستات كتير قوي، يعني خلينا نقول في ستات بيبقوا في فتره الحمل هي بتبقى جسمها بيبتدي يزيد، زيادة وزن بتبقى ملحوظة، فده بيسبب لها طبعا عامل نفسي سيء، تبتدي هنا عايزة تتصرف تصرفات اللي هو تاخد أي حاجة تخسسها. خلينا نقول نعدي فترة الحمل، نتكلم بقى فيما بعد الحمل. أدوية التخسيس هل ممكن تضر بالسيدة المرضعة؟ وهنا وكمان على الحمل، يعني كلميني عن الحمل وعن بعد الولادة. هنا لو حتى ممكن هي استخدمتها قبل الجواز أصلا وقبل الحمل، ممكن تستخدمها في التوقيت ده ولا لأ؟ لا، احنا دايما بننصح في حالة الحمل والرضاعة ممنوع اي ادوية تخسيس نهائي نهائي نهائي. أوكي. لازم مصادر طبيعية، يعني مثلا في عن طريق الاكل بقى، او انها لازم تدخل الرياضة والحركة في حياتها حتى لو كانت حامل. مش يعني الحمل مش هيعوقها، يعني كمان الفكرة الدايت لو لسيدة حامل بس تحت اشراف طبيب، الجيم بيكون بشكل معين. اكيد صح طبعا كده. اكيد بس ما تستخدمش اي ادوية تخسيس او ادوية تعللها الحد، لان ده بيضر طبعا بصحة الجنين. يعني تمشي على الرياضة والاكلات بس يا دكتور، فترة الحمل والرضاعة. لكن الفكرة انه ادوية تخسيس في حمل او بعد الحمل دي مرفوضة نهائي، لان ده هيأثر عليها وكمان هيأثر على الجنين. على الجنين. طيب دكتور، يعني احنا عايزين هنا السيدات كتير بيسمعونا، عايزين روشتة لكل الستات ازاي تحافظ على نضارة بشرتها، وازاي تحافظ على جسمها، وازاي بقى نقدر نقفل بقنا في فصل الشتاء. يعني عايزين كده اكتر من روشتة لكل الستات اللي بيسمعونا، نحافظ على ده ازاي ونحافظ على وزننا. روشتتي للست في جميع اعمارها، من الاطفال البنات او اللي هي في مرحله المراهقه، او مرحله حتى اللي هي مرحله انها كبرت في السن، انها تطلع من الكومفورت زون او منطقه الراحه، اللي هي تغير اللايف ستايل بتاعتها. انها يعني مثلا في ناس كتيره بتفضل قاعده فترات طويله بدون اي حركه. لازم اول حاجه ندخل الرياضه والحركه في حياتنا، لازم شرب الميه على الاقل 8 اكواب حتى لو انت مش عطشانه. لازم كمان نوم كافي 8 ساعات على الاقل. نبعد عن الاسترس، عن العصبيه، عن غير كده العصبيه دكتور ممكن تسبب زياده في الوزن. طبعا بتقلل الحرق جدا، يعني بتفرز هرمون الكورتيزون اللي بيقلل الحرق في الجسم. فلازم نبعد عن الاسترس والعصبيه اللي بتبقى. ممكن كمان ان احنا لازم ندخل الخضار والفاكهه في حياتنا، يعني هي بتبقى السناكس بين الوجبات، لانها فيتامينز معادن، دي اللي بتحافظ على نضاره بشرتي. حتى لو انا خسيت يفضل
تبقى شكل بشرتي كده جميله. دي اهم حاجه يا دكتور، اهم جزئيه موجوده ان احنا فعلا ازاي نخسس وزننا او نحافظ كمان على بشرتنا وجسمنا، مع ان احنا نتبع نظام غذائي زي ما الدكتور قالت، نظام غذائي، شرب الميه كتير، ده مهم جدا. دكتور رشا بشكرك جدا، نورتينا، وان شاء الله نكمل بقى كلامنا في فقرات قادمه ان شاء الله. نشكرك مع بعض. دكتور رشا الطنطاوي خبيره التغذيه العلاجيه ومديره مركز الترا كير الطبي، بشكركم مشاهدينا، خليكم معانا لسه مكملين فقرات انا حواء.